وجهات المسؤول. جت جزئيه بقى اللي كنت هسالك يا دكتور اشرف عليها بالتحديد، يمكن الاستاذ تامر اتكلم على وسائلك في الشباب وحضرتك استفدت فيها. انا حابب تستفيد اكثر واكثر في الشباب، يمكن في ظل اهتمام الكبير بالدوله من قيادتها لجميع المؤسسات بالشباب، حابب برضو تربط لي دي الشباب بمنظمات العمل المدني او المجتمعي في الجمهوريه الجديده. اولا لا يبنى بنيان الا بكوادر اهله، فالشباب هم يعني يعتبر البنيه الاساسيه لبناء لبناء الوطن. الوطن يقوم على عائل الشباب وعلى كاهل الشباب، لذلك الدوله بتوفر كافه الجهود وتسلط في المرحله الحاليه يعني كافة الجهود وإمكانيات الدولة لتنمية الشباب ودعم الشباب في كافة الميادين. منظمات المجتمع المدني بتعتمد اعتماد الأول على الله سبحانه وتعالى ثم على الشباب. احنا بنستخدم الشباب سواء كانوا متطوعين يعملون في كافة المناحي اللي بتعمل فيها منظمات المجتمع المدني، وأيضا بنستخدم إمكانياتهم سواء كانوا طلبة في جامعات أو كانوا يعملون في مجالات العمل المختلفة. كل واحد فيهم بيستخدم إمكانياته في مجاله لتنمية وتطوير المجتمع لمواجهة ومواكبة العمل في ظل الجمهورية الجديدة. دكتور أشرف، ما هو المطلوب من الدولة تجاه الكيانات المدنية التي لا تعمل لصالح الدولة؟ لصالح الدولة. الدولة لابد أن تضع يدها على كل أو كافة الكيانات التي تعمل بظاهر القول أنها تعمل لصالح الوطن، ومن داخل القول أنها لا تعمل لصالح الوطن. يعني بمعنى آخر، أن من كان يعمل لمصالح الشخصية أو الوجهة الاجتماعية، أعتقد أن ده لا يدوم اصلا. ما كان لله دام واتصل، وما كان لغير الله انقطع وانفصل. لذلك الدوله لابد ان تضع عينها وصوب عينها هذه المؤسسات وهذه المنظمات وتسلب منها وتاخذ منها كل الامكانيات المتوفره ليها وتضعها في يد كل المنظمات العامله. عايز اقول لحضرتك استاذ تامر ان في منظمات مجتمع مدني وجمعيات كبيره جدا وتعمل ومؤسسات ضخمة في ظل منظمات المجتمع المدني عموما. ما المظلة العامة اللي هي منظمات المجتمع المدني تضم مؤسسات وجمعيات. هذه المؤسسات والجمعيات لا تجد من يعينها عشان تستمر، وبتعمل في مجالات كتيرة جدا ومحتاجة دعم من كافة المؤسسات، لكنها مش لاقي حد فعلا يعاونها. في جانب آخر بتلاقي مؤسسات لها اسم وجمعيات لها صدى عالي قوي قوي قوي، لكن في الشارع ما تلاقيهاش وجود. طب يا دكتور أشرف، أنا حابب أوضح حاجة لمسناها في الفترة الأخيرة في الشباب. يمكن أنت عارف إن إحنا في مجال عملنا بنتحرك وبنشوف الشباب. أنا بشوف الشباب لا بقى عندها فكرة، لدرجة حتى ما بقاش فيه الشباب كله اللي قاعد طول الليل سهران أيا كان بيعمل إيه، لا بشوف ناس بتطلع على الايه؟ العالمين، على العاصمه الاداريه، على كذا على كذا، ما بقاش حد يعني، مش هنقول كل الشباب، ولكن الشباب بجد في بنسبه كبيره جدا بدا يخرج. هل ده نظر لاهتمام القياده السياسيه او مصر كلها دوله ومؤسسات بالشباب وحسوا فعلا اخيرا بالاطمئنان؟ الشباب في المرحله الاخيره ديت زي ما احنا ذكرنا، الدوله بدأت تهتم اهتمام كل بالشباب وتدعم وتوفر لهم الإمكانيات المتاحة، بحيث أن الشباب دول تستخدموا هذه الإمكانيات لصالح الدولة لصالح المواطن المصري طبعا. المشروعات الكتيرة قوي سواء كان في العالمين أو في العاصمة الإدارية الجديدة أو في كافة الميادين يمكن في مصر كلها. جانب آخر، أنت لو حضرتك تلاحظ أن حياة كريمة بيعتمد على إيه؟ بيعتمد على تسليط الضوء والعمل الفعلي في النجوع والكرة وكرة الصعيد والمناطق العشوائية المنتشرة في أنحاء الجمهورية. الشباب لهم دور فعلي والدولة بتدعم الشباب، خاصة أن في المرحلة الأخيرة دي ظهرت مبادرات كبيرة وكتيرة جدا، سواء مبادرات تدعمها الدولة زي حياة كريمة و100 مليون صحة، وكذلك مبادرات متعددة، وكذلك مبادرات كتيرة جدا من جمعيات جمعيات للأسف هي اسما مغمورة، لكن في الشارع ليها دور كبير جدا جدا بيعتمد على الشباب. المبادرات ديت كتيرة جدا، دور الشباب فيها ان هي بتعمل بجهد وبعمل بناء فعلا لصالح المواطن بدعم من الدولة طبعا.